وفاة شخصين وإصابة العشرات إثر سقوط حافلة نقل جماعي من منحدر جبلي بنقيل القبيطة. إليكم التفاصيل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لقي شخصان حتفهم وأصيب العشرات بعضهم إصابات بالغة فجر الأحد جراء انقلاب حافلة نقل جماعي في طريق القبيطة بين محافظتي لحج وتعز. وقالت مصادر محلية أن حافلة نقل جماعي تقل 42 راكبا سقطت في منحدر جبلي في عقب نقيل ضمران بمنعطف الرويك بنقيل القبيطة خط تعز عدن بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الحوثي والشرعية على الطرق الرئيسية في تعز. وذكرت المصادر أن غالبية الركاب من الأطفال والنساء وتم إزعافهم إلى مستشفيات الدمنة والحوبان. وتشهد الطرقات المؤدية إلى تعز كل يوم العديد من الحوادث وانقلاب الشاحنات والمركبات جراء استخدام طرق بديلة يسموها طريق الموت جراء الحصار التي تفرضها القوات على المدينة.